السلام عليكم، سعد الله مساكم كل خير، حياكم الله. اليوم عندي تغطية جميلة جدا لأحد الرحالة الكويتيين اللي يعتبرون من أقدم الرحالة الكويت بإذن الله. متوجه الحين لبيته، عنده ما شاء الله تبارك الرحمن متحف في بيته، تقريبا تعدى 100 دولة سافر لها، وما شاء الله تبارك الرحمن من كثر الدول اللي يروحها ياخذ منها اغراض ويحطها ببيته، صار متحف بيته. والحين باذن الله متوجهين لبيته، ناخذ عندها التغطيه الجميله ونسولف معاه ونشوف شو علومه، ونرد لكم ان شاء الله باذن الله خبر فيه. توكلنا على الله. حياكم الله جميعا، وصلنا عند اخونا الغالي الرحال اللي يعتبر من اقدم رحاله الكويت، اخونا غالي نبيل الغربلي ابو جاسم. تسلم. حياك الله يا ابو جاسم. الله يحييك، والله جزاك الله خير على المقدمه الطيبه. والله تستاهل، تستاهل يا غالي. اي والله تسلم والله، وشرفتونا ونورتونا اليوم ان شاء الله. الله يشرف مقدارك في زيارتكم هذه اللي من زمان ننطرها، من قبل الكورونا. تسلم. إيه ما صار لنا نصيب ان نلتقي، والحمد لله الحين الامور تسهلت وحياكم الله في اي وقت ان شاء الله. الله يحييك. طال عمرك. بالنسبه للدول اللي زرتها يا ابو جاسم، اي نعم، تقريبا اللي سمعته يمكن 126 دولة. نعم صحيح. نعم هي بالأحرى 128 دولة، لكن بسبب رجوع هونغ كونغ إلى الصين، نعم، راحت واحدة، وبسبب رجوع كوك آيلاند اللي بالمحيط الهادي إلى نيوزيلندا، نعم، راحت اثنين، فالمجموع. طيب أبو جاسم، إيه تفضل. زين، الدول اللي زرتها أبو جاسم، نعم، شنو أفضل دولة اللي حسيت إنك ارتحت لها أو إنه يعني جازت لك معنا؟ أيوة صح. والله شوف، هو من ناحية الدول اللي أنا ارتحت منها، شيء منهم ارتحت منهم من حضاراتهم. أي نعم. زين، وشيء منهم لا، ارتحت منهم كراحة واستجمام. حلو. اي، فارتحت منهم وحبيت حضاراتهم. أي نعم. هم الحضارة الفارسية، الحضارة الصينية، حضارة ما في بلاد الأندلس اللي هي المغربية حاليا. أي نعم. زين، حضارة الهند، حضارة مصر اللي هي يسمونها الفرعونية، والحضارة الإغريقية، هذولي ما شاء الله كلهم اللي أنا عدتهم خلينا لهم أثر في هني في البيت. شوف ما شاء الله، بس مني تقريبا يمكن 6 غرف أو 7 غرف. سبع غرفتي تقريبا، كل غرفة في تراث، وفي أماكن لا والله عامة يعني حطينا فيها من عدة أماكن. أبو جاسم، اتفضل. سمعنا أن بأحد الدول أن كان في واحد يذبحك، معنى نعم، صح؟ نعم. صحيح. والله هو بالأحرى مو واحد، هذه لها قصة طويلة. نعم. في قبل عام 94 كانت جنوب أفريقيا كانت تحت التمييز العنصري. نعم. زين، فكنا ممنوع احنا ندش لك مجلس التعاون والجاليات العربية، ممنوع. ممتاز. فبعدين لما فتحها منديلا في عام 94 الحكم، فتحها للجاليات العربية. ممتاز. كان علينا شهر 5، أنا شهر 7 رحت. أيه. زين، فكنت بيوم الأيام قاعد أمشي في أحد شوارع جوهانسبرغ الكبيرة اللي كلها مولات، كلها قهاوي، كلها شيء، ما تتوقع أنه يكون يعني يحصل فيها أي خطر. نعم. زين، ولا 10 من غير مبالغة هجموا علي. الله المستعان. إيه نعم. أي واحد منهم طبعا هددني بالسلاح. نعم. شيء منهم. وطلعت من المكان، رحت الى كيب تاون. اي نعم، رحت الى كيب تاون مباشر. والحمد لله كيب تاون لو تقعد ليل فير ما حد له شغل فيك ابد. ما شاء الله. زين ابو جاسم، إيه؟ انت متى بدت اول بدايه رحلاتك؟ انا اقول لك اي سنه تقريبا؟ في 3/7/76. ما شاء هذه الله. هذه كانت اول رحله كانت حقي، وكانت من ضمن افواج سياحيه كانت منتشره في الكويت هذا سنه 76 ميلادي، شهر 7/63/70. نعم ما شاء الله. 3/7 يعني كم صار لها سنه تقريبا؟ الحين صار لها تقريبا فوق 46 سنه تقريبا. ما شاء الله. إيه تقريبا يعني ما يعادل حول تقريبا 50 سنه. الله يبارك. اي اي نعم. كرحال. اي نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يطول عمرك. الله يسلمك. احنا الحين بالجلسه هذه. اي نعم. قلت لي شنو هذه الجلسه؟ هذه الجلسة الفارسية، هذه الجلسة الفارسية، القاعة الفارسية اللي احنا فيها مع اخوانا غالي. يا مرحبا يا خالدي، مساك الله بالخير. طال عمرك، كيف حالك؟ الشمالي حياك الله. حتى بالسفر نفس الشيء. ما شاء الله. اخونا فهد الشمالي حياك الله. باحث في التاريخ. باحث بالتاريخ وصديق قديم اللي جنبك. ما شاء الله. والله ونعم. جزاك الله. وانا اذكره الله يجزاه خير، سوى عشاء يوم من الايام. اي نعم.
قال ان زار رقم 100 ما شاء الله. رقم 100 ديره رقم 100 نعم ما شاء الله. طيب 2003 لما سوى عشر هو ويانا. اي نعم مثل ما تقول عندنا جلسه احنا. اي نعم يوم الاربعاء ودائما ترى اذا ما جانا ندري ان الغلط اللي صار. ما شاء الله يبي القعده وياك الحين ناخذ علومك فيها باذن الله. الحين ابو جاسم قلت لي جلستنا هذه إيه؟ هذه الجلسه الفارسيه استمديناها من احد قصور شيراز ما شاء الله. اخذنا صوره من هناك وصمم لنا اياها هني واحد مهندس ايراني عايش في الكويت ما شاء الله. وهذه الجلسه المغربيه اللي يسمونها المغربيه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه احد الجلسات اللي مرتبها اخونا ابو جاسم نبيل الغربلي. الجلسه المغربيه تقريبا حقت مراكش صحيح ابو جاسم. هذه حقت من احد بيوت مراكش القديمه. نعم ومثل ما انت شايف اللون هذا الاحمر هذا يغلب على بيوت اهل مراكش. ممتاز. اي نعم ما شاء الله تبارك الرحمن صراحه ترتيب جميل الله يبارك. تسلم والله هذا من ذوقكم. تسلم. هذه طبعا هني هذه تستعمل يسمونها مطبيقه وقت العرس عشان الواحد يقدم الهديه حق العروس. هذولاك الصغار يقدمون فيهم الحلويات هذه وهذيك اي نعم هذه مطبيقه وهذا الطواجن طبعا حق الاكل بس هذا حق الزينه ما شاء الله. وشنو في بعد الاماكن الثانيه؟ الاماكن الثانيه في الغرفه الصينيه اعطيناها لمسات مكسيكيه ما شاء الله. نعم كاهي هني وفي الهنديه فوق وفي المصريه بعد ما شاء الله. نشوفها بعد شوي. هذا الركن صيني مكسيكي. الصيني بالاساس وضفنا عليه لمسات مكسيكيه ما شاء الله. لا والله ما له علاقه بس لكن شنو المشكله ما لقينا له مكان. هذا القسم تراث المكسيكي الصيني مع مكس مكسيكي زين بس لكن ما لقينا له مكان نحطه فدمجناهم مع بعض. عند هذه اللوحات جايبها وياه الدول اللي يسافر لها ياخذ من عندهم وما شاء الله تبارك الرحمن. متحف الله يبارك شيء مميز مرتب ما شاء الله. عند الله يبارك تقريبا من 7 أركان حاطة ركن مغربي وركن فارسي وركن صيني وركن ما شاء الله تبارك الرحمن مصري ولا الحين بعد حتى هذا شنو الركن ابو جاسم؟ هذا المصرية هذه الغرفة المصرية هني يسمونها الفرعونية. الفرعونية هذه هني المرأة الصحراوية هذه المرأة الفرعونية اللي هني بالوي زين الفانوس مال رمضان. ايوه عندك الاهرام هناك وهذه اثار الاقصر. الله ما شاء الله. سميناها هذه الشرقية سميناها الشرقية لان اهلها امتازوا بالكرم ما شاء الله. لدرجة مرة كان علينا رمضان واخترب القطار زين راحوا اكرموا الركاب مال القطار ما شاء الله. هذول اهل الشرقيه اللي هي المدينه اللي نشا فيها الفنان عبد الحليم حافظ سابقا. نعم ما شاء الله. بس الفوانيس ترى كانت تشتغل فيها مصر بشهر رمضان. اي ايام لا زالت هذه من ايام الفاطميين. الله ما شاء الله. شوف حتى العود الشرقي موجود. اي هذا العود المصري بس الشرقيه هذه ترى عراقيه. الشرقيه ما ادري هذا عندهم الركن اليمني حاجز وكل شيء يقولوا لك اشترى هذه ما توجد في العالم الا في المكان هذا سبحان الله ما تنزرع حتى شلوها يبون يزرعونها في مكان ثاني ما تنزرع سبحان الله حكم رب العالمين. هذا الجنابي هذا بس الحين تطوروا وقاموا يدزون جداريات العراق التراثيه هذه وين في مدينه الكاظميه المقدسه بأحد الحواري أو الحرف فرجان فيها يرسمون كذي الرسوم هذا عشان يزينون الحواري ملوتهم هذه هالأربعة هذولي يعني على الطب. ما شاء الله الحين نصعد للدور الثاني الله يبارك هذا الدرج بس الحالة ما شاء الله تبارك الرحمن بالصور ومتاحف الله يبارك. هذا هني النيروز هذا ما شاء الله الركن الهندي هذا غرفة الهندية ما شاء الله تبارك الرحمن. لا هذا الله يرحمه عمي هذه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك صراحة متحف بما تعنيه الكلمة لأخونا الرحالة نبيل الغربلي أبو جاسم ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الحظ السعيد ما شاء الله هذه
سافرت بلاد الشام. ما شاء الله هذه الغرفة تونسية، الله يبارك. شغل مرتب. هذا الجزائر. هذه الغرفة العراقية. ما شاء الله. تفضل ابو جاسم. هذا هني الحضارة البابلية. اي نعم. من هني لهني. ايوه. زين هذه للأسف ما تلاقونها الحين بالعراق، تلاقونها في متحف برلين. اي نعم. لأنها في جناح من الأجنحة مخلية حق الحضارة البابلية. ها شوف من هني إلى هني. خلنا نقول نقطة حق أستاذنا. تفضل. هذه عندك يسمونها الفيصلية. اي هذه الفيصلية. نعم. طلعت الفيصلية من اللباس الجميل، القبعة اللي على الرأس. أيوة. هذه الفيصلية. هاي جدا جميلة. الملك فيصل يعني. وهذا طبعا هذا ناظر القزاز، هذا فنان توفى في الستينات. 63 جاء الكويت هني، وكان يعني من اروع المغنيين اللي اتوا الكويت، وتزوج الفنانه الجميله شيء سليمه باشا. سليمه باشا شنو هذا الفيصليه؟ شنو اسم الكابوس يعني؟ الفيصليه هذا قطاع الراس. قطاع الراس هذا صار بال 21 بدر العراق، كان جميل جدا. اي والله كان جميل جدا. وانتهت تغطيتنا لاخونا الرحال نبيل الغربلي، ما شاء الله تبارك الرحمن، كان مميز في بيته الله يبارك، مسوي له متحف من المغتنيات حقات الدول اللي راح لها وخذاها ما شاء الله الله يبارك له. وسامحونا على قصور اذا حصل مننا قصور.